قبل شد الرحال إلى عين الدراهم التونسية لإجراء تربص تحضيري تحسبا للموسم الكروي الجديد، أبى لاعب اتحاد الحراش إلى أن يطمئن أنصارهم في المباراة الودية التي لعبوها سهرة يوم الخميس أمام الوافد الجديد إلى الرابطة الثانية نجم الأقليعة، الذي دك رفاقاء الهداف عبيد شباكه بخماسية نظيفة بملعب أول نوفمبر بالمحمدية. الجماهير الحراشية التي لم تفوت الموعد الودي وتوفدت بقوة استمتعت في السهرة الرمضانية بالمردود الجيد الذي قدمته كتيبة المدرب يعيش، خصوصا وأن الأداء الجيد صاحبته فعالية كبيرة بعدما تمكن بدون فريق حطاب من افتتاح باب التهديف بركلة جزاء فتحت شهية رفاقائه، بعدما تمكن الوافد الجديد الآخر من مولودية العلمة بن عاشور من توقيع الهدف الثاني ليواصل هذا الأخير وزملاؤه استعراض عضلاتهم تحت أهازيج الأنصار الحراشية بتسجيل 3 أهداف كاملة حملت توقيع كل من مدان والمغاشي أمادة قبل أن يختتم هدف صفر الموسم الماضي من اختتام مهرجان الأهداف بإصابة 5 كانت بمثابة رسالة قوية بددوا بها مخاوف أنصار الصفرة بعد الهجرة الجماعية لركائز التشكيلة. وبصرف النظر عن الوجه الطيب الذي قدمته الأسماء الوافدة في صورة بلال بن علجية غربي وبن عاشور، فإن ما لفت الأنظار أكثر في المباراة هو المستوى الجيد الذي ظهر به أبناء الفريق على غرار مدان حطابي وعبيد الذين أكدوا أن الصفرة كانت وستظل خزانا للمواهب الصاعدة. هذا وسيشد اتحاد الحراش نهار الجمعة رحالهم إلى تونس وبالضبط إلى مركز عين الدراهم لإجراء تربص تحضيري يمتد حتى 26 من الشهر الحالي.